الحمد لك يا رافع للسماوات، والحمد لك يا الله في كل روبات، يا كافي الخلق والأوحاش وسط الكفارات، يا رازق الطير والأسماك وسط البحارات. واثني صلاتي على النبي ألف مرات، صلوا علي يا سامعين يا جماعات. هاجسي جاني ما هي حكايات ولا كلام كاذب ولا هي دعايات، كلام من المسؤولين وكل الكبارات ليهم في المناصب ماسكين الوزارات. قتل توشع لا حييده ولا مات، وصار النزع موجود، وكم يا اشتباكات وكم يا حروب وكم يا اغتيالات. كفى كفى يا اصحاب الفلل والعمارات، خافوا من الله وخافوا عقابات، يوم الحشر كم بعد لاقوا حسابات. بتوجهوا بالأماء الأوامر وتصدروا له قرارات، كفى كفى كذب بالتلفات كل الإذاعات، كفى كذب بالأخبار والصحف والمجلات. وزعوا النفط ومونوا كل المحطات، وجنبوا الشعب حنينه وأنات. ناس بالطوابير بسيارات وهذا بدبات، طوابير بالكيلو ليست بمترات، 3 و4 إلى 9 ساعات لو ما يعبي سيارته بين زحمات. هل يرضيكم هذا يا أهل المهمات، أو يهمكم بس التعيين والاعتمادات، أو السفر إلى الخارج بعذر العلاجات، أو نزهة لامصر أو للإمارات، والكهرباء طافية في كل حارات. طيب وظيف المستشفى على سرير العنايات، والمكيف طفي وتعفنت الجراحات. كم من مريض عانى وكم يا وفيات، والشوارع قديم زينة بالمطبات، محملة أكياس قمامة وكل النفايات، والعاطل جالس على العمل في كل جولات. قل دخل العمل وقل الاحتمالات، والناس قدم في آخر تلف، والحبل حول العناقات، والجوع والفقر المدقع لشاب وشايب وشابات. ليش ما تكونوا طيبين مثل قبل الانتخابات، تجتمعوا بالناس وكل الكلام مشاريع، لأنكم في امتحانات. لو ما تفوزوا بالترشيح وتعزبوا على وعودكم داخل جوالات، لا مشاريع منكم ولا عد تجاوبوا حتى على الاتصالات. والختم صلي على نبينا محمد أفضل الخلق طيبات وتحياتي. صح الله لزارة.